أمن كلية نهرين كلية الحقوق جامعة النهرين، تعدى على أحد الطلبات، سلبت حقوق الطلاب هنا حاليا، لم يتدخل أحد ويستجيب لنا. نريد من حضراتكم الموقرة أن تنقلوا أصواتنا إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور علي أديب أن يتدخل في مثل هذه الأمور وأن يضع الشخص المناسب في المكان المناسب. أنه أمن كلية حدث البارحة أمر، 4 5 طلاب قد تعرضوا إلى الضرب والقذف والشتم والسلب هنا أمام، ولم أحد يحرك ساكنا، لا من أمن ولا من حرس ولا من جامعة ولا أي أحد يتدخل. السبب أنه صار بالسنتر إجى عامل صيانة، قال له لأحد الطلاب اطلع من نام خارج السنتر، قال له أنت عامل صيانة ما لك حق، قال له أعطيني هويتك، قال له ما أعطيك هويتي، قال له ما أطلع، مو من حقك تطلعني. صارت مشاهدة شوية، قد دزوا عليه ورا شوية، هذا الطالب شفت واقف يم والد الطالب ما أدري أجيب اسمه، دزوا عليه للأمنية. بالأمنية أثناء ما قاعد يقدم الشكوى على هذا الطالب جت ضربة من ورا. يا بيش ضربوه؟ قالوا هذا ضرب بالسبلت رجع، يعني ما معقولة هيك ضربة بالسبلت وطب، ومجلس تحقيق موجود حتى طبلة قميصه مقطع الدقم. ورا شوية مرت له لما سوى عليه ولي الأمنية بيناتهم ضربوه أذوه حتى من ضربة بالأخمص هنا والدم جاري. نريد نوصل صوتنا أولا لدولة رئيس الوزراء ودكتور علي الأديب، ونريد نوصل صوتنا للمؤسسات حقوق الإنسان. وين حقوق الإنسان؟ حقوق الطلبة انتهكت هنا، طلاب يعتدون عليهم بالضرب بالشتم، وين صايرة بيا قانون هاي؟ احنا كلية حقوقنا ما موجودة. بالنسبة للعميد ونائب العميد واي دكتور من الكلية ما تدخل، ليش؟ يعني احنا طلاب نوصل هنا يعني للباب على مود زي يطلعونه، ومشكلة بسيطة بين الطلاب، ومو بسيطة كلش كبيرة، يعني خطية الطالب تأذى، وسوينا تحليل طبي وسوينا تقرير طبي من المستشفى وراح نوديه وقدمناه، ليش ما يدخلون؟ وين دور العماد هنا؟ ما حد يدخل. انت ابو الامن واجبك هنا تحمي طالب لو تعتدي عليه وتضربه. زين، شغلة الأخ المهمة، طالب مضروب والدم طالع من عنده على قميصه، يروح يدخل على العميد، العميد كلش ما يسوي له، يروح على معاون العميد كلش ما يسوي له، العدوان يروح.